ربنا يوفقك يا باشا، ربنا يخليك. السنه دي في رمضان يقول يا رب، مش ضامن قوي. ان شاء الله. مسانوك الله يخليك. دلوقتي عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. اوعى يكون بما انك لا مفيش. لا والله لا مش قاعد بيقلق لما بشوف حضرتك. لا بامان. لا ما تخافش. دي يافطه مكتوب فيها ايه؟ الرغيف ب 500. اه الرغيف ب 500. 500 قرش يعني. يعني 5 جنيه. طب الرغيف هنا ايه؟ 50 قرش. طيب ما تسالش نفسك سؤال، ايه القصد من دي؟ انت حضرتك عامل سعرين ايه الرغيف؟ بص بقى الموضوع عربيه كبده. هتبقى لو انت ليك رغبه قول لي اوكي اكمل. ده نتمنى يا باشا اكون مع حضرتك. معقوله؟ لا مش هنبقى مع بعض، هبقى انا بعيد وانت هتندهلي في وقت عوزه. لكن انا مش بطل الحلقه، انت اللي بطل. على فكره انت شخصيتك لطيفه جدا وهتبقى حلو على فكره. خليك اصبر. عربيه الكبده واقف انت عليها. السعر 50 قرش محطوط. تمام. فالناس دخل بقى يقول لك خمس ترغيف، ويقول اربع ترغيف، ويقول رغيفين بياكل. لما تخبي دي وتبين دي يبقى انت دبسته في 20-30 جنيه. هيختلف معك صح؟ الخلاف هيتصاعد. هيعلى الخلاف. لما يعلى الخلاف احنا عايزين ندور على حاجه تندهلي بيها. يعني مثلا ايه؟ هش يا ديك الفرخة دي مش ليك. يعني انت بتعمل السندوتش كده ولقيت خلاف، قول ايش يا ديك الفرخة دي مش ليك. تلقاني جيت لك. جيت لك هنقذ لك الموقف. تمام. جميل. تمام. اتفقنا. بس انت كده شكلك عايز واحد ينضرب بدلك في الحلقة. لا اصبر. ثق فيا. لو سمحت سندوتشين كيف. حاضر يا حاج. اتفضل يا حاج. رغيف كبدة ملح قليل لو سمحت. حاضر. ايه ده؟ ايوه يا حاجه امري. اعملها سندوتشين. سندوتشين؟ سندوتشين. من غير شطه، بس انا اعمل لي اتنين بشطه. ايه يا عم في؟ انت واكل ليه يا عم؟ الكبده مسلمه. في ايه يا بطني؟ في ايه؟ يا بطني. ايش يا دي؟ انت الكبده دي جايبها منين؟ والله احنا نجيب النيابة. هش يا دي. او اجيب البوليس. اهو فؤاد ابني جه. اهدي يا حاج. ولا هو هيجي الدنيا علينا؟ لا انت دلوقتي الكبدة دي مسمنة. كبدة ايه بس؟ حرام على امي يا ستي. يا بطني. في ايه يا جماعة كلكم ولا يا استاذ؟ بالراحة يا استاذ بالراحة. ايه ده كده؟ فؤاد ابني على دماغنا من فوق يا ستي. لي فوز تيام بيفو يرافش تاك. يا استاذ فؤاد اهدى. يا استاذ فؤاد هفهمك. هو مش همد ايده الا زهرب. انا مش عارف يا جماعه. هش يا دي الفرخه دي مش ليك. ايه هش هش يا دي الفرخه دي مش ليك. يعني ايه هش يا دي فرخه مش ليك؟ يعني مش حاجه والله. يعني ايه؟ مش انا ماليش دعوه بالموضوع ده كله اساسا. انا بتاع كبده ولا عمره وقفت على كبده. فريده لا اوعي تقع عشان خاطر. هش يا استاذ ابراهيم. بص يا فؤاد انت عارفني انا هكدب امري؟ لا يا ماما. الولد ده سممهم. انا ماليش في الموضوع ده اصلا. ولا دي عربيتي يا جماعه. مش دي عربيتي. لا مش عربيتي. امال انت بتدي؟ انا مش واقف اصلا هنا. طبعا زي واحد بتاع كبده. امال مين اللي جاب؟ انا واحد استاذ ابراهيم اصلا قابلني في الشارع وقال لي تعالى نعمل موقف ولا نعمل فيلم عن الناس. مين ابراهيم ده؟ استاذ ابراهيم انت هتعرفيه يا حاج، انت من زمان اصلا. استاذ ابراهيم مصري اللي هو بتاع بيعمل الكاميرا الخفيه ده. بتاع ايه ده؟ الممثل يا حاج. يخرب بيتك. ألف مرة بقول لحضرتك الأستاذ إبراهيم نصر. جه قابلني وقال لي تعالى أقف هنا وإداني يافطة دي وفي يافطة تانية. يا أستاذ فؤاد دي واحدة. يا أستاذ فؤاد. أيوه الأستاذ فؤاد. أنا جاي في يافطة هنا أهي. إداني اليافطة دي ودي يافطة كمان متنيلة أهي على أساس إن أنا أقعد دي بخمسين شو دي بخمسة جنيه ونضحك على الناس ونعمل موقف وخلاص. والله مالك الموضوع ده. إيش يا ديك؟ الفرخه دي مش ليك. دلوقتي بتعمل ايه انت؟ هو قال لي كده. هو قال لي ايه؟ قال لي اعمل كده. اعمل ايه؟ قال لي هش يا غنيلة نادي الديك ولا نادر الزفت. طيب ما انت بتقول بتنده عليه. انده عليه كده. انت عايزين تعملوا ايه من الاخر؟ انا ماليش فيه. خليه يجي. طيب هش يا دي استاذ ابراهيم. هش يا ديك. هش يا ديك ده ايه؟ هش هو سيب ما بيننا يا حاج. قال لي اعمل كده. هش يا ديك الفرخه دي مش ليك. هش يا ديك الفرخه دي مش ليك. يا استاذ فؤاد بس مالكش دعوه بحد خالص. فؤاد لي غادي غدياس دي فونتي دي بون. وي ها في ايه؟
عايز تزيع قول زيع، مش عايز تزيع ما تزيعش. بس انت حضرتك استاذ ابراهيم نصر؟ ما اعرفش.